مناسبة غالية على جميع المغاربة، وهي مناسبة 46 من ذكرى المسيرة الخضراء، والمناسبة ديال 60 ذكرى عيد الاستقلال المجيد. جات البطولة في إطار البرنامج السنوي المصدر من طرف المكتب المديري للعصبة، وكذلك استعدادا للبطولة المغربية اللي غادي تقام إن شاء الله بإذن الله في مدينة الرباط، اللي غادي تقالي فيه العدد ديال الممارسين اللي غادي نشوف البطولة ديال البحر الأبيض المتوسط، بطولة إفريقيا وكذلك شمال إفريقيا. حنا اليوم في عرس رياضي، يعني استقطبنا عدد ديال الجمعيات الممارسه لرياضه الجيم في الجامعه الصطاد، اللي كانت يعني في سبات، وكما تعلمون في الرياضه كانت في سبات كما حكم الجائحه. فالحمد لله المبادره عطات الحكم ديالها، المشاركين اقل من 21 عام، يعني وصلنا تقريبا 250 ممارس ومشارك، وان شاء الله على خير. ودعم يعني دعم لهذه الميدان ودعم للرياضه، الحمد لله لا المسؤولين ولا الاخوان في الجامعه الملكيه المغربيه بقياده السيد كريم الله، كان البصمه ديالهم وان شاء الله على خير. وشكرا. هذه الرياضه اللي كندير انايا كنتمنى من كاع الناس يديروها، حيت هي رياضه اللي زوينه وكتخليك تعمر لك الوقت ديالك وشحال من حاجه. وكنقول للناس الناس يديروا الرياضه، انا هذه الرياضه عزيزه عليا بزاف، وكنتمنى في المستقبل ديالي انا نولي بطله العالم ديال هذه الرياضه. وكنشكر كاع الاساتذه ديال هذا السبور، وكنشكر نيت الاستاذ ديالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بغيت نشكر قناه الفرجه على هذا الاستضافه. ثانيا ما يمرنا من يوم في هذه القاعده هو تحشير مثل هذا الجامع، بحيث انه بعد في فتره هذه جائحه كورونا الحمد لله ها هي جوجيتي تنطلق، وكتجسد على ارض الواقع كثير من الحاجات في البطوله الاخيره في مباراه الرباط. اليوم قدمت هذه البطوله الجهويه بمدينه الدار البيضاء في اطار الاستعداد للبطوله الوطنيه والبطوله الافريقيه والبطوله البحر الابيض المتوسط. وعصبه الدار البيضاء ستارت استدعت مجموعه من الممارسين اللي جاوا باش يحجوا جميع المقاطعات ديال مدينه الرباط من اجل المشاركه في هذه التظاهره اللي غتكون بمثابه انطلاقه للبطوله التجاريه اللي غتنظم على الصعيد الوطني استعدادا للبطولات القادمه ان شاء الله باذن الله. وهنا كنحب نأكد أن رياضة الجوجيتسو اليوم الحمد لله بخير وعلى خير، والدليل على هذا النتائج المتميزة التي كانت في البطولة العالمية في مباراة أبوظبي في الشهر الماضي، واللي حققت من خلاله نتائج جد مشرفة، بحيث أنها احتلت المرتبة 21 على الصعيد العالمي بمشاركة 60 دولة، واحتلت المرتبة الأولى أفريقيا والمرتبة الثانية عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة. شنو هما سيد الرئيس المشاكل اللي كتعاني منهم كجامعة؟ المشاكل اللي كنعاني منها هي المشاكل المادية بالدرجة الأولى، يعني لأنه احنا كجامعة فتية يعني مازال ما استطعناش أننا نحصلوا على واحد الميزانية اللي هي كتجسد الطموحات ديالنا اللي نحققوها. احنا اللي بغينا ندير واحد الإشعاع، واحد التنمية والتطوير ديال الرياضة في الجزائر. بطبيعة الحال هذا الملتقى كيتطلب إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية، والحمد لله احنا كنشكر الطريق والإمكانيات اللي عندنا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. شكرا سيدي.